How you doing? I hope you're all doing okay. كان المفروض أصور كل أسبوع فيديو، بس صار عندي مشاغل، تأخرت، وكنت أفكر حاجات إيش كنت أبغى أصور وحدة زي كذا. بس today you know today قلت خلينا أسوي حاجة غير حاجة ما سويتها قبل كذا، كنت أفكر فيها بس قلت يلا خليني أبدأ. اللي حقراها القصة اليوم، اللي بس واحدة حقراها، هي قصة لقيتها في تويتر، ما أرسلوا لي أنا، مو directed to me obviously. هي قصة شوية منرفزة، قريت شوية مقطع منها بس ما كملتها، فقلت خلينا أسوي فيديو عنها. فحقراها وأديكم رأيي بدون حسابه، بدون أي حاجة، عشان يعني نحفظ خصوصيته حتى لو كان قصة شوية منرفزة. But let's go. يقول لك أنا إنسان أطلع وأشرب وأسافر وأنام مع بنات سواء هنا أو برا. أبويا إنسان ملتزم جدا وهو إمام مسجد حق الحي اللي إحنا عايشين فيه. المهم سالفة صارت قبل 3 سنوات، كنت توني راجع من بارتي وراسي مصدع، البيت كله نايم، رحت لغرفة واحدة من أخواتي عشان أخذ بنادول، لقاها صاحي وتكلم بالجوال، عصب وطاح الجوال منها وسحب الجوال منها، يعني بدأ يضرب فيها ويقطع شعرها. البيت كله صح من قوة صراخها، طبعا قاعد قطع شعرها أكيد هتصرخ، فحتى الخدامة جت تركض. أبوي فكها، قلت بنت أتكلم واحد هنا، وأبويا سحبني طلعني وقفل الباب، وأسمع صراخها وصوت الضرب. أمي بغت تموت وهي تحاول تفتح الباب، وما وقف إلا قبل أذان الفجر بشوية. يوم طلع من عندها ثوبة بيج صار كله دم، وشعرها بإيده، ماسك شعرها بإيده، تخيل نتف شعرها، لا حول ولا قوة إلا بالله. صوتها اختفى من كل مكان تصرخ. هو توقع انه ذبحها، روح غير ثوبة، راح المسجد يصلي. جانا جيراننا قالوا ابوي عسى ما شر، صحينا على صوت الصراخ، خفنا يكون فيكم شيء، ودقيت عليكم ما ردت. قال ابوي شر ما يجيك، هذه الخدامة شكلها ملبوسة فيها جني، انه بعد الدور بيوديها المكتب. وصدق بعد الدور وديها المكتب، الخدامة ما لها دخل، بس عشان يغطي على سالفته ودى الخدامة المكتب. بالمغرب فتح ابوي غرفة اختي، حبسها بالغرفة، يعني ما هي قاعدة تطلع ولا تجي، انا معلش قاعدة اناظر في المراية وراكم، معلش حبسها بالغرفة، يعني البنت ما هي قادرة تطلع ابدا. فتح غرفة اختي ونادى امي وقفل الباب ودخل الغرفة. يوم طلعوا عرفت انه فصلها من الجامعة، اوكي بنت بالجامعة، يعني قال انه ما عاد راح تطلع ولا تروح ولا تجي من البيت ابدا، ولا ما تطلع من الغرفة نهائيا، وهو موجود في البيت، واذا طلعت بتصير مكان الخدامة، لانه الخدامة سفرها بتنظف وترتب، واذا رجع تدخل غرفتها. تخيلوا السالفة هذه صارت قبل 3 سنوات، للحين حتى اني ناسي شكلها، الحين كأنه ميتة بيننا وما هي موجودة. وأحس اني بالذنب لاني دمرت حياتها. احيانا احس اللي سويته صح، لانه لو ما صار كل هذا يمكن، اوكي هو قاعد يقول يمكن يصير زي البنات اللي هو معاهم، فقال احسن. بالاخير هو حاس ندمان ويبغى يصلح غلطه، بس مو عارف، بالاخير ادري سويته غلط، وكنت اقدر احل الموضوع بطريقة افضل، بس يبقى جانب اللي صار كويس لاني وقفتها قبل ما تصير واحدة من البنات اللي مستحيل. اوكي بالنسبة لعادات وتقاليد حندخل احنا في سالفة مرة طويلة ترى، القصة مفجعة. تخيلي حياتك تنتهي بغلط سويتيه مرة واحدة. البنت طبعا وقتها اكيد كم حيكون عمرها، 20 23، هو اوريدي عنده تجربة سيئة مع البنات، فهو قال ممكن اختي تصير زيهم، وهذا مو غلط، هذا غلطه هو، كان يقدر يدخل يكلمها بطريقة مرة كويسة، 100% البنت كانت حتسمع
يعني تفهم انه اخويا جا كلمني عن الموضوع، هو يعرف انه هو رجال حيعرف وكذا، بس هو اخذ طريقه مره سيئه وضربها وخلى ابوه يضربها، وجامعه يتخيلي مستقبلها جامعتها كل هذا ضاع بسبب لحظة غضب، مو غضب، لحظة تهور كانت. طبعا البنت طايشة ومتهورة وهو كمان طايش ومتهور، لأنه هي ميتة بين يقول كذا، يعني يعبر إنه she not existing anymore, she not there with us, she only clean, she do her stuff, ترجع لغرفتها بس، لأنه هذا أبوها قال كذا. فالموضوع جدا سيء، تخيل البنت كيف حاسة الحين، كيف عايشة، نفسيتها، جامعتها، مستقبلها، 3 سنوات من حياتها عدت وهي بس قاعدة تنظف. أنا رأيي كان صراحة زي ما قلت كان مفروض هو يكلمها يتفاهم معها حبة حبة، وهي طبعا كانت هتسمع وتفهمه، ويكون عينه عليها أخته طبعا، they family, they have to understand each other. بس هذا واحد من القصص اللي شفتها. I hope you all like my video. And I will try إن شاء الله أسوي فيديوهات قصص ألاقيها في تويتر، هذا مو قصتي زي ما قلت، قصص ألاقيها في تويتر في إنستغرام سوشيال ميديا حقراها، وطبعا راح أحط أنا جبتها من وين. ف subscribe to my channel and like it and you can share it.